عزول دم غنس اتقلا زيو سيتي سواسيت من صغار تكا غاقاريا محند اكين خل ديجو سكواز لماينو سيسمينو سيسمي مدوكان سيسمي شبذان مارا نقاري ويذو ذا مزيغ ماني ميلا سيسيو الكناريا اسكواس نوم ذا ميمون دمباركي ذا مسعود نقاري ريفي خاصة اسكواس نوم ذا ميمون ذا مسعود اسكواس نيتي تاسد كتخليد المعاناة تعيش هذه الريف نذي كي مزيغن واللي بو كان فرح واللي بو كان شطح واللي بو كان شد هجون واللي بو كان ترو كان تشين أي ذو ذاري فيه كان ترو ونسق والدبرت ويذو ذمن ما إلا وسيسمينو سيسمين بدوك المارة سيسم يني جينا سكواس سيسم يني يوشين يعاون ما حد ذي لي سكواس ونتي انتقاذ مرة يوذان نتقاضى مرة في مثين غنغديو سي نهارو نتقاضى مرة الوالدين غنغديو سي نهارو ونقرس ناس بقاسنهم ضم باركي ذا مسعود وخا نتعاناش المعاناة تم قرانين ما حدا نخلل داس بقاسني ما حدا نكشر نشاط نشاط امازيغي ماش ميكا سي السلطة ترتزايا نغل خدمت تقنا نغاك شوط جرارين تكواض تاسنداش قرناش ولا الباندو خصها تكسدني ولا اللافيتة خصها تمحي سويون قرس نقاونيتي قاذا يذوذ ونيتي قد الشعب مازيغ قول اللي بوديش الحاج طم الزيان تلزم التمحام اثكي من القرون تمحام ذي نقع مرسى داخل تمحام واتقذا كنيو واتقذا زيو سيتي نجم زول دم قراني مالا ثروان عريف خصوصا وثروان تمزغا شمال افريقيا سيسيوا الكناري قاس نجوز كاس ذميمون داغو فان دا فولكي السيتي ماخز دياف سيس شوني كما المعترف بها يعني اقليميا قرية الكمان تحتفل وتخلد السنة الأمازيغية رغم أن يعني مجموعة من الإكراهات يعني المحلية منها الهجرة من هذا المنبر نحيي أبناء أريف أينما كانوا وأبناء ثمزغة ونحيي أبناء أريف الذين الذين هم في نشيطين على مستوى الريف انهم ما ينساوش قضيه الزفزافي قضيه جلول قضيه الريف باكمله وابناء الريف يعني ما دام ان هذا التهميش يتزايد فان لا بديل لهم سوى الهجره ويوزك النو وسكوس النو مذاغو فان دي فولكي. جوازو ذم غناس قرر مره يمزيغ الريف يمزيغ تمزغا سكوس النو ذميمو ذا فولكي ذم باركي خم ديف زي مره من السيتي مورنوم جوايوز عطين قال جوايوز ذم قرن يثمث نوضي شبذان يجينا سكوس مينو زمار يجين جوايوز مغارين هنا وانت تشال فعاليات يساهم والتصني وذان زبار ذيني غاد اخر يساهم باش تنجح الخطوه النضاليه لقريه الكمان شبدان جنوا يوزي مغار صراحه هنا هنا يوزي كنيو زولدا مغناس سي مريم ثميت نغير غير ديختزان الموقع الالكتروني زيو سيتي نترحب سي وذان مره غنغدو سي النهار ديال نوجو نغار مغار قريه الكمان شبدان كي غيحضرني سكواس امينو 1970 السنه الامازيغيه الجديده خاصة غادي نغيج المقولة أن تيد مولاي محمد وني ويز ما نادي دافع عن خريف من أحسن في فوق ونشين ما حندا قرن عاد ندار قرن عاد ندافع حق مازيغ عاد ندافع حق القضية نغنى الريف قضية المعتقلين وأيوزيك النيو والحرية جاي من المعتقلين. أزول نهار غانغ ذانيتين أسكو سمينو كنت أنتين ثروان كبدان وحضرنا كين غانيتين إجل عاد الضم قرن الفعاليات زيس نتحتفل سكو سمينو وزيس ندخل ذكرى الجدد النغ جديثنا غام قران انتصر خلف راعينا ذي مصر وزيس نسيتيم اتصل الحوايج ايش تنس الحوايج ني ادار خوني يايث مثنا اين كرف ذي الحبوس المخزن ونسيتيم اغار نغتيلي لانشين لغة نغ اتيلي لغة وطنية وزيس اعترفن ماشي حبر على ورق وانما ازيس اعترفن من ما او ايوز زول ايثما دي السما اسكواس ذا ماينو ذا مكاز ذا غودان زمارا من سيتي ميم اي مرا يمازيغ من مالان سيتي ما اسكواس هذي لي جو اسكواس سبحان اسكواس الفلاحة اسكواس نوطاس نتمسلايين غي مازيغن ذا ثمرتي مازيغن نهار ذي شبدان بالضبط ذي عرشمان
يسمعنا كين يجلي حفل النهار يشنا طوضي سجين واتصل لمساهمات زي الفنانة اسمها نزورن نغي مقرانان مزيان كلشي حذر نهار كلشي فرح يجي الجو عائلي تما الفاميليا من القار تصبح عني شنا السيتي ما ذيك قمر يسقوسها ذيك كورن دائما تسمى تحت زي الطريقه هي اكيد انه تشين دائما الطريقه هي زي تحتفل دي العاصمه نشي بذا ناس غانيين اكمان تقدر يثمطنا تقين تزمار حندا هذا تستوضن غير النهار و ايوز تقاد يثبت نعاود ثاني دي زيو سيتي ايديو سين زيت مدينه مزايو ولا لدا الحمد لله ضغط الحدثه تقادو ما يثما ايوز مزوارو تقاد مري يثما في كين فوس نسنحو ما نشحن اسكواس امينو 1970 دي شبدان وعلى الاقل فاعتماد السنه الامازيغيه عيدا وطنيا وعطله مؤدى عنها سيشكل نوعا من المصالحه مع تاريخنا العريق وربط الشعب بذاكرته الأصلية فالشعب بدون ذاكرة هو الشعب الميت كما يقال في الختام أتمنى سنة أمازيغية ملؤها العطاء ملؤها الحب والسلام لأمازيغ المغرب وأمازيغ العالم وأمازيغ بالخصوص أمازيغ المهجر ثير لي أمازيغ ثير لي